النهارده تالت يوم رمضان، ومع تالت يوم كلنا بنبتدي خلاص ندخل في المود والاجواء الرمضانيه، وبالذات كمان الامهات او الزوجات او البنات، وساعات كمان رجاله كتير بصراحه عشان ما نبقاش متحيزين بيطبخوا، ودخلنا خلاص في مود رمضان. مود رمضان مختلف لسبب، سفره رمضان بتبقى غنيه، في عندنا طول الوقت بيبقى العصاير الرمضانيه زي قمر الدين والتمر والكركديه والصوبيا والحاجات الحلوه قوي دي، وفي الشوربه اللي كل واحد فينا بقى بيحب يطلع فيها الشيف اللي جواه، زي شوربة البروكلي أو لسان عصفور أو العدس أو الطماطم أو الخضار أو حاجات كتيرة. وفي كمان بيبقى المقبلات اللي بقى بتختلف من شخص للتاني، في سمبوسك اللي الناس بتقول عليها ساعات سمبوسة، في بقى السبرينج رولز حسب انتوا هتعملوا ايه من المقبلات، وفي بقى الوجبة الأساسية. فكل واحد في رمضان حب اقوله يعني بيحب يطلع كده من جواه شيف، او يعني يحب يطلع امكانيات مختلفه عنده في الطبخ. وطبعا في فقره بقى يا شاذلي الحلو طبعا. احنا هنفهمكم دلوقتي احنا بنضحك ليه، بس يعني خليني اقول الحلو المختلف فيه القطايف وفيه. فكل واحد في رمضان. ده لازم تعرف تعملي حاجه يعني. عيب عليك. طيب ماشي. عيب عليك يا شاذلي. طيب خلاص جاوبيني على سؤال الحلقه. فسؤال الحلقه النهارده معانا يعني طلع الشيف اللي جواك وقول لنا ايه اكتر اكله ممكن تحضرها في رمضان. انت بتعمل ايه بقى يا شاذلي؟ انا مفيش حاجه الحمد لله. ماتش دعوه بيا. انت بتعمل ايه؟ مفيش حاجه ما بعملهاش. انا بدخل المطبخ من هنا، اول ما ادخل تقولي اتفضل اطلع بره. وانا داخل لسه ما عملتش، بدخل اتلكك يعني، التلج مسالي، عارفه الحاجات اللي هي دي. فلا ما تدخلش، مالكش مكان يعني. لا بجد بقى، انا فعلا بدخل المطبخ من وانا صغير. كنت ممكن ادخل اساعد والدتي مثلا زمان، اعمل شيبسي، اعمل سلطه، حاجات كده، لكن لما اتجوزت فانا مضطر ان انا ادخل المطبخ لاسباب كتيره جدا، اولها ان انا احافظ على الاكل عشان ما يتحرقش، عشان نعرف ناكل انا وبنتي. لان احنا ما شاء الله يعني مشهورين في العيله بالاكل بيتحرق عندنا. فانا بدخل طبعا بساعد في ايه، ممكن اعمل السمبوسك بلفها كويس قوي. يعني بحشيها ايا كان، او بلفها كويس قوي. بعملها جبنه ولا لحمه؟ لا بعملها جبنه. ممكن اعمل كمان صينيه رقاق كده برضو بالجبن والفلفل وكده يعني. بعملها كويس. لا والله بعملها كويس فعلا. رقاق ده صعب جدا، فانت بتدخل فعلا تعمل رقاق. انا ما بعملش السهل، انا بتاع الصعب. ايوه مش عارفه اقول، انا مش مصدقاك. كانت بتتكلم عن الحلويات، واحنا عايزين نعرف هي بتعمل ايه بقى في الحلويات، الشيف اللي جواها بيعمل ايه. بص يعني يا رب ماما تبقاش تتفرج عليا دلوقتي. لا هي حتى لو ما تتفرجش احنا هنقول لها ما تلاقيش. بس انا بعمل حلويات حلوه قوي. يعني انا بعرفش في الحقيقه اعمل غير حلويات. جيلي؟ يعني جيلي؟ لا لا. بعمل كراب، بعمل وافلز، بعمل في اكله انا مش عارفه اسمها، بس عارف البسكوت لما بتقطعه كده وتحط عليه شوكولاته. لازم اسمها طعمها. حلوه، بتبقى حلوه وعين الجمل خطيره. ما شاء الله عليك ست بيت هايله. حلو بس ما عنديش حاجه. عامه انا كده كده بصراحه يعني، لو انت فعلا بتطبخ الاكل اللي انت بتقوله بتعرف تعمله كويس. ده حقيقي والله، بدخل وبساعد كمان يعني. لا انا بحييك اصلا على فكره انك بتساعد، يعني يمكن دي من الحاجات كمان المهمه، انه الرجاله دايما بيحسوا انه دي شغله الست بس. لا خالص يعني، لا والله. وبدخل مثلا احمر شعريه، لسان عصفور، اعمل الحاجات دي. وفي حاجه كمان والله ده بمنتهى الامانه يعني، الاكل لو طلع وحش لازم اقول لها تسلم ايدك. برافو. يعني هي تعبت يعني على سبيل المثال امبارح الاكل ما استواش مثلا، واكل اكل ني امبارح والله، بس قلت لها تسلم ايدك. قال لك تسلم ايدك بس طلع على الهواء. اربع ساعات في المطبخ في عز الحر طبعا، والصيام. طبعا. يعني طبعا يا شاذلي انت جامد جدا ان انت زوج مثالي. طلعت على الهواء. انا عارف انا زوج مثالي. فاحنا حابين نعرف بقى من حضراتكم يعني ايه الاكلات اللي انتوا بتحبوا تعملوها او ممكن تحضروها في رمضان، وطلعوا بقى الشيف اللي جواكم، وقولوا لنا على الكومنتس او تعليقاتكم على فيسبوك على صفحتنا، ومنتظرين اجاباتكم اللي هنستعرضها النهارده خلال الحلقه. وبنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.